ماتت أمل، الطفلة اليمنية التي تصدرت صورتها وسائل الإعلام الدولية في أحد مشافي محافظة حجة. كانت ترقد ذات 7 سنوات تصارع بين الحياة والموت جراء إصابتها بسوء التغذية الحاد والمزمن، لكن المشفى اضطر لإبعادها دون أن تتعافى نظرا لحاجة الأطباء إلى السرير ليحل مكانها مريض آخر. عادت الطفلة إلى منزلها كوخ من القش، وهناك فارقت الحياة من تهامة غربا مرورا بمديرية أسلم في حجة حتى جبل حبشي في تعز وصولا إلى الأزارق في الضالع. المجاعة تضرب بقسوة في جسد اليمن المثخن بالحرب والوجع، فيما تتعاظم اقتصادات الحرب لدى أمراء الصراع وتحصد آلة القتل مزيدا من الأرواح. تقول الأمم المتحدة إن 22 مليون إنسان في اليمن بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، وإن أكثر من 8 ملايين يعانون جراء انعدام حاد للأمن الغذائي، بينهم أكثر من 2 مليون امرأة حامل ومرضع، محذرة من احتمالات ارتفاع العدد إلى نصف السكان، ما يضع البلاد على شفا الهاوية. الأمم المتحدة التي اعترفت بخسارتها في معركة الجوع باليمن لم تعد تملك أكثر من البيانات، محذرة من أن البلد يشهد أكبر كارثة إنسانية لم تعرفها البشرية منذ عقود، فيما المأساة مستمرة والجوع ينهش الأجساد بضراوة لا تقل عن يوميات الحرب.